قوله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله. هذا أيضا مر، مراجعة 34، تكرار تكرار يكرر، مراجعة 34 حديث رقم 12. زين، فيه زكريا بن يحيى الكسائي شيعي متروك. نعم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب على ساق العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أي أيدته بعلي ونصرته بعلي. الله المستعان. هذا الحديث رواه الطبراني، فيه عمرو بن ثابت وهو متروك، هذا أيضا من المكثرين، سجلهم عندك هذولي، خل نتذكر والله هذه حقيقة. فائدة جليلة شيخ. نعم، يعني شوف عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت زين، هؤلاء المكثرين شيخنا. الحسين بن الحسن العرني زين، وعندنا الحسين الأشقر، ويحيى بن يعلى الأسلمي. زين، نعم، هؤلاء كذبوا كثيرا، الله يحاسبهم ما يستحقون. جميل. طيب، هذا الحديث كما قلنا فيه عمرو بن ثابت وهو متروك، قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. طيب، وأخرجه أيضا أبو نعيم من طريق آخر، فيه أحمد بن الحسن الكوفي قال: الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كذاب. شيخ الأزهر ما يدري طبعا. تفضل.